قرب بقى داير لا ده دي مصلحه ارسال وعمال يقول يا صاحبي مرس ارسال يا مرس يا مرسي شرطة ميلة فراغ وهكتب لي حروف اسمك ما مرسي الكلب ابن الكلب عارف قصتي وحالي مين غيرك يا مرسي اكتب له مرسالي أما ماليش عارف ده اعتصامي كام معدتش بحسب الضربات معدتش بحسب الإلام معدتش بحسب اللي ضاع من الأيام كفاية اني هنيكك بس وقلبك لو بقلبي حس او شاف حاله في خطابك يا صلى الرب واستغفر لذنب وصاب ويا ما في نفسي يا ما يا ما يا يا ما يا ما في نفسي تيجي القصر وتحني ولازم تعرف اني انا عفريت وانا جني هنيكك بس ايد اقصر كتير مني فمش هقدر اجيب لك من طاق الرهب واجيب لك من الخروف نهضة ومش هقدر احب جماعتك السقطة ومش هقدر اسيبك ليه تنيك الشعب لو تحكم معاه فترة كفاية اني هنيكك موت ونكت الناس ندامة وعار ونكت عكسهم نهضه